بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سيدتي وسادتي مرحبا بكم في لقاء متجدد مع مادة الإعجاز في القرآن والسنة ومع صورة صغيرة لكن يعني معانيها كبيرة في مادة الإعجاز وهذه الصورة يعني معظم أولاد معظم أولاد أولادنا يحفظونها يعني عن ظهر قلب فيجب ان يعني ان يعني نعلمهم هذه المعاني التي تحتوي هذه الايه الكريمه يعني معاني كبيره جدا السماء والطارق قلنا بان هذا نجم هو طارق وثاقب نجم طارق وثاقب طارق لانه يرسل مجموعة من الذبذبات الى الارض فتطرق يعني تصل العين على شكل طرق كما يحدث في طرق الباب آه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ما هو هذا الطارق؟ هو نجم ثاقب لأن أشعته يعني التي تنبعث منه يعني تحدث يعني في في الفضاء يعني تنتشر في الفضاء وتقوم يعني باختراق جميع جميع الأجساد التي التي يعني تصطدم بها، وبالتالي فهو نجم طارق وثاقب، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ يعني كل نفس عليها ملك يعني يحفظ كل ما يصدر من هذه فكما ان هذا النجم اشعته تخترق جميع الأساد فكذلك هذا هذا يعني الملك فهو يعني يحفظ اعمال الانسان سواء الظاهره منها او الباطنه فيقول المولى عز وجل فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق ينطلق من موضوع علم الفلك الى موضوع علم آه علم آه البيولوجيا بيولوجيا التوالد وقلنا بان هذا يعني بالاضافه يعني القران حافل بهذا العلم علم علم البيولوجيا ومنها علم التوالد والذي كان سببا في اسلام العديد من العلماء كما هو يعني يعني مشهور الان على الصعيد الدولي فعلم الاجنة لا يعني آه تاخرت البشريه في فهمه حتى آه تم اكتشاف عده وسائل في اواخر القرن التاسع عشر الميلادي وبالتالي فهذا يعني يؤكد علم اليقين علم اليقين علم اليقين بان القران الكريم مصدره مصدر رباني وانه لا احد فوق الارض يعني قبل القرن العشرين كان يعرف بهذه المراحل التي حددها القران وان الانسان يخلق اطوار وان هذه الاطوار نطفه علقه مضغه عظام لحم يعني وكذلك بان الانسان يخلق من بين الصلب يعني ان عفوا ان ان خلق من ماء دافق ان الماء الدافق يعني السائل المنوي سواء عند الرجل او عند المراه فهو ماء الرجل او ماء المراه يخرج من بين الصلب والترائب يعني من منطقه الحوض كلها هذه امور امور علميه عظيمه دقيقه جدا يعني تحتاج الى اولا ادوات يعني للبحث فيها يعني واختراع هذه الادوات وتحتاجت الى تقدم التقدم البشريه في يعني في 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 العلوم وفي يعني اكتشافها ل لادوات جديده يعني هذه امور لم لم تكن للبشريه ان تعرفها الا عن طريق الوحي الرباني الذي صحح مفاهيم البيولوجيا وصحح مفاهيم علم الفلك عند الانسان ثم تنتقل الآية لتتكلم نفس الصورة الصغيرة التي التي نتكلم عنها سورة طارق تتكلم عن قول المولى عز وجل عن خصائص السماء خصائص السماء وقال عز وجل والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع هذه هذه مادة علمية كبيرة جدا يعني تختصر هذه ل هذه ل يعني الصورة تختصرها هذه الآية يعني هذه الآية والسماء إذا تختصر كل معاني الرجع والرجع هو كما أشرنا في في حلقة سابقة تكلمنا عن الرجع الحراري يعني الرجع هو مستويات مستويات على مستوى يعني طبقات الغلاف الجوي فالطبقة الأولى يعني ترد إلينا بخار الماء على شكل أمطار هذا هذا رجع يعني يعني بخار الماء يصعد ويتكثف كما يعني توجد ايات كثيره في هذا الميدان وارسلنا الرياح لواقحة يعني الرياح تد... يعني تصطحب هذا البخار بخار الماء جزيئات دقيقه جدا مجهريه ميكروسكوبيه يعني وتكون هي نواه ل يعني للزياده في حجم في حجم هذا الغبار وعندما يتك... يعني يتم هذا التلاقح يعني يكثر تعيد هذه يعني الطبقة الأولى للغلاف الجوي على شكل أمطار وهذا ما أشار إليه ما كان يعني ما قال به معظم المفسرون يعني يتكلموا بصفة عامة بأن البخار يعود إلينا على شكل أمطار وهو فعلا يعني تصور صحيح للمفسرين ثم تعكس إلينا الحرارة الحرارة التي تأتي من الفضاء الخارجي تأتي من الشمس فهي تنعكس على مستوى هذا الغلاف الجوي هذه السماء ذات أه الرجع على مستويين. المستوى الأول من الخارج حيث عندما تأتي الحرارة يعني بحوالي 500 درجة حرارية بحوالي في معدل 500 درجة حرارية يأتي الشعاع إلى إلى الغلاف الجوي فيعيد إرجاعه، يعيد إرجاعه إلى الفضاء الخارجي. ثم آه وكما يعني اقول للذين يركبون الطائره دائما بان ينتبهوا الى درجه الحراره فهي تكون بحوالي ناقص خمسين درجه حراريه لماذا ناقص 50 في المنطقه التي تمر بها الطائره آه هذه المنطقه يمر بها هذا الشعاع المشحون بدرجه حراريه لو وصلت الينا الى الارض لا يعني لا اهلكت جميع يعني مظاهر الحياه في في الارض وبالتالي ف عندما يدخل هذا الشعاع ويجد هذه المنطقة العازلة التي بها ناقص خمسين درجة حرارية فهو ينكسر وتصل إلينا حوالي أربعة عشر درجة في المعدل تصل إلى إلى الأرض هذا المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثاني في الليل عندما تغيب الشمس عندما تغيب الشمس فالحرارة التي يعني يعني التصقت بمكونات الارض بتربه الارض باحجارها الى اخره يعني ومع غياب اشعه الشمس تحاول الخروج والهروب من الارض فماذا الغلاف فالغلاف الجوي يقوم بعمليه ارجاع يرجعها الى الى الى, إلى الارض وبالتالي يعني يجب ان يحس الانسان فعلا يعني ب فضل الله عليه داخل هذا هذا أمر عظيم جدا يجب أن نحس بأننا نحن فوق هذه الأرض يعني تحت تحت حماية حماية يعني وتحت ظروف يعني الله عز وجل يعني أنشأها لكي نستطيع الحياة ونستمر في الحياة وهذا الإحساس يجب أن يستمر علينا في كل لحظة يعني في كل لحظة يجب أن تنتبه إلى ما حولك من هذا الفضاء الكبير الذي يحيط بك وأن, وأن تسبح الله عز وجل وأن يكون لسانك رطبا بذكر الله عز وجل هذا هو الذي يجب أن يصدر عنك كعبد يعني من من عباد الله يعني ان 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 يمتن الله عليك ب بانه بانه خلقك في هذه الارض وانه فعلا يعني متعك بظروف يعني كثيره ومعقده يعني هذه الصوره الصغيره يعني تنبهنا الى الى مثل هذه مثل هذه الوقفات لنعلم فعلا يعني دقه دقه هذه يعني هذا الخلق وكيف ان الله عز وجل وفر لنا كل ظروف الحياه المناسبه. طبعا يقول عز وجل والسماء ذات الرجع ليس هذا الرجع فقط هناك كذلك رجع رجع موجات الراديو موجات الراديو يعني يعني هذه هذه الموجات التي التي يعني عندما تصطدم ب ب بالغلاف يعني تنعكس هذه عمليه انعكاس هذه عمليه انعكاس موجات الراديو هذه هي هي التي يستعملها يستعملها الان البشر في نقل عموما الـ يعني الـ الـ الاتصال الراديو وفي الموجات المتوسطه والموجات البعيده، يعني هذه لا يمكن لي لا يمكن يعني آه لي يعني لبشر الان ان ان ينفي مثل هذه في مثل هذه الامور، وهنا عندي وقفه مع العديد من اخوتنا الان والذين يعني رغم كل ما بذلناه من جهد معهم ولست الوحيد يعني والذين يعني يعملون في ماده الاعجاز لنقنعهم بان الارض كرويه ف يعني الله عز وجل خلق يعني هذه الظاهرة ظاهرة الرجع لأنها تمكن لموجات الراديو من الاصطدام بالغلاف ثم تنعكس يعني على مستويات متعددة عندما تصعد فترتطم بالغلاف ثم تنعكس لتغطي هذه الأرض الدائرية هذه الأرض المكورة ها هذه الارض الكرويه كما ان جميع الاجرام في السماء اجرام كرويه ها باستثناء بعض بعض الاشكال الصغيره ويعني اما الأشكال, الاشكال الكبرى النجوم والكواكب كل لها الشكل الكروي وحتى في ارضنا الله عز وجل يقول يكور الليل على النهار يعني من جهه الليل يكور على النهار ومن جهه اخرى ويكور النهار على الليل هذه يعني حاله مستمره مستمره آه الله سبحانه وتعالى يرسل يعني آه الليل يعني آه على النهار يعني يطلبوه حثيثة يعني هذه هذه هذا تعبير تعبير عبره المولى عز وجل في عده وقفات من من القران الكريم ليبين هذا هذا الـ هذا الـ يعني الـ الامر وكذلك الان يعني من خلال استعمالات الانسان للأشعة يعني عفوا لهذه الموجات لموجات الراديو موجات الراديو او للاتصالات عموما للاتصالات عموما فهو يستعمل هذه الخاصيه خاصيه الرجع عند عند الغلاف الجوي اذا والسماء ذات الرجع هناك رجع حراري هناك كما قلنا رجع للمطار، هناك كذلك رجع لهذه موجات الراديو، هناك رجع كذلك للحجاره التي تاتينا من الفضاء الخارجي المليء بالحجاره والتي تمطر الغلاف الجوي من من الخارج ويعني لولا هذا الغلاف الجوي لا وارجاعها الى الفضاء الخارجي او احتراقها في هذا الغلاف المكون من من الاكسجين ثلاثه او ثلاثه يعني لا يمكن للحياه ان تستمر هنا وستصبح جحيما يعني وبالتالي فهذه الظروف كلها مرتبطه مرتبطه بهذه الظاهره التي وصفها الله عز وجل في كلمه واحده والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع والارض ذات الصدع هذا يعني ما وقفنا عليه في يعني في حلقه سابقه بان الارض متصدعه الارض متصدعه يعني الله سبحانه وتعالى يقسم بهذا بهذا الامر فالارض يعني قشرتها الخارجيه كلها يعني لها حدود مقسمه يعني لها حدود مقسمه وبالتالي فهي فيها يعني كثيره الشقوق لا على مستوى سطحها ولا على مستوى يعني في 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 عمقها يعني والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات عندما نلاحظ كل هذا الذي يتم يعني من حولنا الآن يعني على الصعيد الأرض، يعني ومن من تقتيل للمسلمين ومن ومن يعني مصادرة أراضيهم ومن تهجيرهم في فلسطين ومن ومن يعني قتلهم يعني وتهجيرهم في 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 بلاد سوريا ومن قتلهم وتهجيرهم في بورما ومن عدة يعني هذا الذي نراه يعني من كيد النصارى ومحاولة تجزيء بلاد المسلمين وتقسيم بلاد المسلمين واستغلال يعني والكيد المستمر يعني هذا الكيد المستمر يعني مع مع يعني من يوالون داخل أوطاننا الإسلامية إنهم يكيدون كيدا يعني وأكيد كيدا يقول المولى عز وجل وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إن هذا الكلام كلام الله عز وجل كلام حق يعني دورة الحياة إنه هو يبدئ ويعيد ها لا فبعد, فبعد الموت لا يوجد إلا, إلا طريقين طريق إلى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بها وطريق إلى النار نستعيذ بالله منه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الهادين المهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا تنسوا ان تقدموا هذه يعني المفاهيم البسيطه يعني في هذه الصوره كما اشرت في البدايه في هذه الصوره الصغيره الى ابنائكم ليتعلموا ماده الاعجاز وليعلموا ان القران كلام الله عز وجل ولكي ياخذوا حصانه من العديد من المغرضين الذين يتكلمون في هذا القران بغير علم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <applause>